انا كانت دايما في جمله الحقيقه قاتله جدا للاب والام اللي في هذا المكان وفي هذه الظروف، لما يرزقوا بطفل مولود بدري ومهدد انه يفقد حياته او يصاب بعاهه مستديمه، المستشفى كانت دايما تقول له يعني اتصرف، انا ما عنديش حضانه، انا ما اعرفش اجيب لك حضانه. الحقيقه الاب هو اللي يلف ويدور ويتصرف في المنظومه الجديده وبهذا المشروع الجديد. مش الاب اللي هيتصرف، لكن المستشفى هي اللي هتتصرف، وضروري انها تتصرف له. بالظبط، هو ده صلب يعني المشروع بالكامل، صلب المشروع هو اللي حضرتك قلتيه دلوقتي، ان المريض يشعر بالامان الصحي، ان الدوله بترعاه في الحالات دي بالذات، ان احنا بنقول له حضرتك رحت مستشفى حكومي، مفيش حاجه اسمها المريض يتصرف. هو دخل مستشفى حكومي اصبح مسؤوليتنا بالكامل. وفي تعليمات واضحه بهذا الكلام يا جماعه، لو متوفر الخدمه المريض هيحصل عليها جوه المستشفى، لو الخدمه مش متوفره المريض مش داخل في القصه، هو المستشفى بتعمل تقرير طبي وبترفعه على المشروع والمشروع يبدا يشتغل، واحنا المريض اول حكايه دي لما نكلمه نقول له الاسعاف جايه لك، تنقل المريض او الطفل للمستشفى الفلاني. طول المشروع نفسه ان المريض يشعر بالامان الطبي داخل الدوله، انه مش محتاج يدور على خدمه صحيه. ده بالفعل تم تطبيقه يا دكتور؟ يعني دلوقتي هذه المنظومه هي منظومه مفعله في كل المستشفيات الحكوميه والجهات التابعه لوزاره الصحه، وخلال الاسبوع القادم الجامعه تم تفعيل هذا المشروع.